والصرف الصحي السيد إسماعيل والعبد الفتاح في زيارة تفقد واطلاع لبعض المنشآت التابعة لقطاعه بمدينة روسو. ولا محطات زيارة كانت المحطة المركزية للصرف الصحي، حيث عاين الآليات المستخدمة لشفط المياه، وتعرف من طرف القائمين عليها على المشاكل التي تعيق سير عمل المضخات المستخدمة في هذا المركز. وفي المحطة الثانية من الزيارة زار الوزير مركز تجميع مياه الصرف الصحي القديم، والذي تمت إعادة تأهيله للمساهمة في جهود صرف المياه عن بعض الأحياء السكنية داخل المدينة. بعد ذلك عاين وزير المياه والصرف الصحي بعض آليات شفط المياه والصهاريج، حيث قدمت له شروح مدى جاهزيتها للتدخل في الوقت المناسب. كما تفقد الوزير كذلك الأشغال الجارية لبناء محطة لمعالجة المياه، والتي وصلت الأشغال فيها مراحل متقدمة حسب القائمين عليها. المحطة الأخيرة من زيارة الوزير كانت لمشروع تزويد وتحسين المياه الصالحة للشرب، حيث تعرف على طبيعة عمل المضخات المستخدمة لجلب المياه، مسديا تعليماته لتسريع الإجراءات التي ستمكن من استمرارية عمل المضختين، والذي سيضع حدا لشح المياه الذي تعاني منه المدينة. الزيارة أشفعت باجتماع عقده الوزير بقاعة الاجتماعات بولاية ترازا، بيّن فيه والي ترازا المساعد أهمية هذه الزيارة والنتائج المنتظرة منها. من جانبه أوضح عمدة بلدية روسو الدور الذي يلعبه قطاع المياه والصرف الصحي للحد من المشاكل المطروحة، مطالبا بمواصلة الجهود الحكومية الرامية إلى توفير الخدمات الأساسية للسكان. وخلال هذا الاجتماع قدم وزير المياه والصرف الصحي عرضا عن خطة القطاع الجديدة لحل مشكل المياه. وتفتح اليوم اللي السيترنات اليوم الناس تقيس البليدات اللي أصلا يعود فيه الماء وتري تشتغل. لاحظنا هنا تياها عن ملي خارجين هذا اللي كان يفول اللي ما هم خطيط وفيه مضرر منهم الناس حتى وهم طبعا اللي قدوا قطعا المشاكل الصحية اللي تنتج عنهم. لقيت تعليمات المدير لوناس أنه عند الأسرع وقت حالي يقطيهم بها ودعو إن شاء الله والله يقطعوا زمن طويل. داخلات الحضور ركزت في مجملها على ضرورة التدخل بشكل عاجل لحل مشكل المياه الذي أصبح يعرق الساكنة، وكذلك ضرورة غلق منافذ قنوات الصرف الصحي الذي بات يشكل بؤرا للبعوض. وفي رده على مداخلات الحضور قدم المدير العام للشركة الوطنية للماء السيد محمد محمود والجعفر شروحا حول الاستراتيجية المتخذة لحل المشاكل المطروحة، مؤكدا أن الشركة بصدد تركيب محطة ضخ بقدرة إنتاجية كبيرة ستمكن من التغلب على النقص الحاصل في مشكل المياه، وسيتم تزويدها بمولد كهربائي للحد من حالات الانقطاع. لقناة الموريتانية محمد الياتمة، مدينة روسو.